يا ربي صلي علي وسلم. اللهم الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الإسلام، محاضرة إن شاء الله تعالى مؤتمرك عن كفرينه وعوانك مؤتمرك قوة إن شاء الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كلمة سوى حديث رسولك كسوغن صلى الله عليه وآله وسلم، وفي صحيح البخاري وغيره بكسوغن حديثك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم صدح قيبوض وقيبيي: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أحبتي في الإسلام، فقرة ظهر قيب كمذا إن شاء الله أيا وحن ربا محاضرة ذي نقطه. الله سبحانه وتعالى وحو في كتابه العزيز وحبضاً كنت المامي إنه جيران ضد بضاً أو إلهي كحرمانيي قرم مريي إنه الدين تفهمان. حديث كان مركا الله بشيبه فائدين إياه، وحل إلى هذا منطوق يا وحل إلى هذا مفهوم. منطوق ووحل وهض لي ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله قفك خير أولادون الدين تفهم سياه. مفهوم كحديث كان لقى فهمي وحاوي قفك الله أوصن خير لدون دين تم فهم سيه. هذا بفهم كأنه كإنطلاقينا أيا وحان ربا أمثلة إنا سوق هذا إن شاء الله تعالى يتصالوين. رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحو أدعيي أصحاب تيسا وحو سيقوني أوسي دعيي قار كميدا سيدا عبد الله بن عباس وكله ورسولك يريه: اللهم علمه الكتاب. وحديثنا في صحيح البخاري قصوا: اللهم علمه الكتاب. الله يو كتابك قرآنك أفر أو فهم سي. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إله يو دين تفهم سي تفسير كذا صح أنا ألو فهم سي. فلذلك أحبتي في الإسلام يا وحل إلى ذاتك السلف كها عبد الله بن عباس ذاته فسر مرة في سورة النور تفسيرا لو سمعه اليهود والنصارى لا أسلم. وفي سورة النور كلية كفسر تفسير للغيابي وهدي يهود إن النصارى ذو مقل لهايين أي إسلام لهايين. طيب وحل لياب ما إن إلهي سي سبحانه وتعالى فهمك واتي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حديثك صدح ذا قيبود حديث البخاري ما هو بخاري صوصاري أيو صدح قيبود وقيبية صلى الله عليه وآله وسلم صدح ذا قيبود نوحا ويان وعر رسولك: إنما مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا. وحى إلهي إلى صوصاري أو علمي يا هنون يا خير أه وحول لمدي هاي سيد الروب كد أي دولكا صدح قيبوض بدولك وقيب سمي دتكنا صدح ذا قيبوض بوقيب سمي. إمام النووي رحمه الله باسي آدي آدو عجب لن إسوا فجيي صدح ذا قيبوض ودولك وقيب سميو يا صدح ذا قيبوض ودتك وقيب سميا. سوى رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وكت المامي صدح ذا قيبوض فكان منها نقية. دولك وحاكم بذبول قيب
صافية قبلت الماء بيوم مركي كد أن أقبليسا فأنبتت الكلع والعشب الكثير قيب تاسو الدوق يا الضاق يا آرن وح حوله الحنان يا زرع يا بيرع يا كسو بحياة وح كجرا لوكا قيب ورسولك كت المامي أجادب أمسكت الماء وقيب يوسد براجها يا ورها يا بركذها أو كلو بيها أنهينيا دتك كعب يا بيرو هذا ويكور أبسنيان لكن ماشى الدوق صوبحي مايو dad kana qayb noocaaba ku jirta qaybta saddexaad ee dhulka roobku markuu ku do rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxa weeye inama hiya qi'an wa qayb ar-rasila la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an wa qayban biyana haynaynin daaqna aan kasoo baxaynin dad kana qayba sidaa hadaba imaamu nawawi rahimahullah isoo rasuulku hadiiska aakhirkiisa ku sheegay si duubana looga qaadan karo ayaa rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxa weeye ma ba'athani allah bi ta'ala bi waxa weeye qof fadhalika mathalu man faqa fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani allah bi fa'alima wa 'allama halka qayb ku tilmaamay rasuulku sallallahu alayhi wasallam dad wixii layla soo diray anfacayaan oo qaadanaya oo diinta isagu baranaya kadibna ummada kale u sii gudbinaya waxaa labeeya qaybta uu rasuulku ku daray wa mathalu man lam yarfa' bidhalika ra'san wa lam yaqbal huda allah qayb iyo aan dambe ka gelin ba diinta ilaahay iyo hanuunka iyo khayrka iya ahadiisti ya Qur'aanka oo madaxba Qur'aan uga qaadina way ku jiraan sidaas darteed bu imaamu Nawawi rahimahullah saddexdi qaybood isu waafajiyay qaybta koobaad oo dhulka roobku ku da'ay biyahana haynaysa ummada kalena ka sii cabayaan waxna ka waraabsanayaan beeruna ka baxayaan waa qofkii Ilaahay cilmi baro oo diin baro oo isagu ku dhaqma ummadana u gudbiya qaybta lamid ah baraagaha iyo meelaha iyagu biyaha haynaya laakiin aan waxba ka soo baxaynin waa qof diin bartay isagu aan ku dhaqmaynin laakiin ummadda kale ayaa ka faa'iideysanaysa qaybta saddexaad oo uu ku tilmaamay rasuulku inama hiya qi'aan wa ar-rasil waa qayb dadka ka mid ah oo la faa'iidata fihim iyaga uu ku tilmaamay wax faa'iido ah baynina lahayn cilmina ma bartaan ummadna ma sii baraan khayrna kama faa'iidaystaan madaxna kor uguma qaadaan danna kama galaan qoladaasna waa gruubka saddexaad oo rasuulku tilmaamay sallallahu calayhi wa alihi wasallam axibati fi lislaam sidaasoo kale ayuu rasuulku sallallahu calayhi wa alihi wasallam tilmaan wey ku muujiyey xadiis ku sugan isaguna fi saxiix albukhaari oo ku tilmaamay isagoo rasuulku maalin aqrinaya muxaadaro dadka wacdi iyo darsi u jeedinaya ayaa waxa u yimid saddex nin baa u yimid saddex nin ka midihi wuxuu arkay meel bannaan sida adoo kale hadda kursi bannaan u jeeda oo soo fariista meesha bannaan ka labaadna intuu waayey kursi bannaan ama meel bannaan ayuu iskaga gadaal buu iska fariistay meesha dadka ka dambeysa kii saddexaad isagu gadaal lama fariisanin meel bannaanna ma raagsanin waa iska dhaqaaji rasuulku wacdigiibuu dadka u jeediyey markuu dhammaystiray ayaa wuxuu yidhi saddexdaa nin ma idiin sheegaa ninkaas arkay meel bannaan innamaa aawaa fa aawa allaahu ilayh waa qof u soo dunmay aawaa ilaa raxmati illaahi wa ridwaanihi waa qof raxmadda ilaahay soo aaday khayrka u yimid u soo cararay isku soo ciriiriyey ilaahayna waa soo dumay waa soo dhoweeyey kan labaad wuxuu yidhi waa qof xishooday dadka inuu dhibu ka xishooday meel aan la ekayn inuu garuu ka xishooday ilaahayna cadaabkiisu ka xishooday ka saddexaad wuxuu ku tilmaamay rasuulku sallallahu calayhi wasallam
وحول أعرض فأعرض الله عنه حق كجيت سدي الله نيسغنا وكجيت سبحانه حق سو كجيت سدي خيرك كتغي إلهينا وكجيت سدي هذا با حبتي في الإسلام وعاد وقاتا خير ميل لغو هيا مركا دركت محاضرة ميل كسعوطا مركا دركت كتاب لاقرين هيا مركا دركت والحوان أكسنو اللي سوشيه مركا دركت تدكو صدح ذا قروب بين نقنايا قف ميل اسكو عريري او هرفر استا شيخ هيا ميشا وحلقا قرين هاي قف اسو قداشا هيا ميلا هادا مسكا فريستا ايا قف اسكا قابا تقون اسو فريسانين وانا حديثك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم هدبة أحبتي في الإسلام بلان سوقات من مثاله أمثلة يتصاله إلهي سبحانه وتعالى دادو الدين تان فهمسي أوفق في الدين إيا فهم أي شيء وعن سوقات إن كو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه والأكتهين مسلمين تنكو إجماع سيهين إنه ينقفك بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف الضبطا مركي رسولك لك صوتك مال المال ما كمينا بواحد دعي رسولك كلمة بوجيري وحديث كسوغا في صحيح من حديث أبي سعيد الخضري وكسوغا صحيح البخاري رسولك هذا البوجيري يا صحابتا وحي كيري وهذا القامن أو كوبن إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده أي ما عند الله قالوا في رسو وكلمات محددة أو كوبن إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله وحاجر أبو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدون إلهي دور رماد قليه وحا الدنيا ذي الله إنه أدون سيجوبه إيه إلهي أكتي سوحي الله كدبنا دورتي وحا الله أكتي سيال قلوا في رسالة إخواني الله أكتي سوحي الله دورت كلمة ذاس محاكو جبن محاكو جيدا محاكو معنى احتمالي كرتا طيب أبو بكر وقوبت فديه اللي باك صوت دادتي وون غوي أبا سعيد الخضري أو كدا يرى أيا وحي لوحانري ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله محاكو جبا محاكو هنا يا شيخ وين حدي إلهي أدون دور رماد قليه الدنيا هي واحد أكتيسة إنه كلا دورته كدي منه دورته واحد الله أكتيسة محاكوه هنا يا شيخان سلا سانس إريبو لكن وحي عداطين بلو في رسو أبو بكر كان أعلمنا أبو بكر وحوا قفك النوو علم بضن قفك النوو فيق بضن بوها وحوا رسولك الشيخي عبدي أبو في رسو أدونك الشيخي أي إلهي دور رماد قليه إنه يهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحل دور رماد قليه لقاها ضيانا إنه يهي قيريدي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحل فهمي فقيا إلهي سيينا إنه يهي أبو بكر رضي الله عنه طيب رسولكم مركو أركب مركو أبو بكر وغوية أيا أنتو قعنت الصاريب يا أبا بكر لا تبكي أبو بكر وهؤين إن أمن الناس في ماله وصحبته وأبو بكر ولو كنت اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته وحول أبو بكر وإنت اسكدا وحنكوش يا حديقف عن خليل كبغناي وحان كردغان لها أبو بكر مجرى أدوك قف جوغة أو إيغا قلت بضن إي عبال بضن أبو بكر صحبة ديسة صاحب تنمديسة إي حوريسة بسدو يسي طيب
رسولكو هذلك واسيوذي صلى الله عليه وآله وسلم إخبار وتزكية قيم تزكية أبو الراعي أبو بكر هي مقام كي سوكو شيغي شرفتي سوكو شيغي كدب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبو بكر الباب هذا يرير إيه مساجد كالوفري إيه قلوة لما ميشكو آدن كسو قليسو الباب هذا صورنا هلا حيرو لكن الباب كأبو بكر ألفو أليس هذه منقمة مينا هين تاسي أمان وين ورسولك أسو جيدي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه طيب هذا بقى أحبتي في الإسلام تاسي وحي هاي فقه بي هاي إلهيسي كما قال مثال لذا أبو بكر وحكا غفلا مدى سوكلا وحكا غفلا سيدي أماري حروب الردة يددك من الزكاة كها ودينت إلهي كتقي مركو رسول قل انتي يقابك إلهي وفامسية فقه إيسا إله عمر بن الخطاب كي إله هذا وحان قرتي إنه شيء حقي هاي مركان أركي إلهي أبو بكر لا تيس سوء واسعي أبو بكر لا تيس سوء واسعي مركان أركي ما هو حان درامي إنه يا شيء حق إنه يا وفهم رسولك مركا اللي يدي مردي منين أصحاب الله يقول دولين إنه سندي منين أبو بكر وحقوات كيسين وبلنتين أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كلماتك عجبت بنا أيوك سجدي إلى عمر قويل مركي الدنبي هدوك إذي بأي صلابتي طمانيني الدقنان بأي صلابتي وحنا قنصلي أمورتان إني تاي حق أيانا قنصلي بي طيب أحبتي في الإسلام مثال هذا وحا كمذا عمر بن الخطاب ذاته إيه فقه إيه فهمك إلهي سبحانه وتعالى وشيء عمر طيب إن يكن فيكم محدثون فعمر رسول حوري صلى الله عليه وسلم حديث الشيخ الألباني صحيحي هدو جردد ملهمة أو حق إيه بوح لقدت الصوح تدكى سوى عمر عقادة حتى بوح جروح ليلة ذو موافقات الفاروق للقرآن الكريم علماء وحكا قرطي كتب وأوين بالغة جيي موافقات الفاروق للقرآن الكريم وحيسو إحسيين ولكين إحسابهان كوبية طبن ميلود كوبية طبن ميلود وحن جدا كوبية لباتن ميلود كوبية لباتن بوس أو تلا عمر بن الخطاب هو بحيي قرآن إلهي بسودك الله أكبر أليس هذا هو الفهم أليس هذا هو الفقه كوبية لباتن تلو أما أريد سوجيدي أو قرآن لا أقرده يوكو سودي طيب وحاكم ذا تصالح تانك سوق هذا عمر ذاته في الحديث الذي أخرجه إمام البخاري إنه كغو الرمي أوليه إيه ومسلم لبضو بأي وريين وافقت ربي في ثلاث بلو في رسول صدح الرموض وحنك وافقي الله سبحانه وتعالى والله قل يها كالوحي دهان إذا ما أفسروا لي هذا وافقني ربي ربي ما إغو وافقي حبار الله سيصح ما هل إلا هذا ربي ما إغو وافقي ربكم وافقيني إساقك وافقي مركا وحاوي سيدا ما صحة صحيح البخاري المسلم قصوكا وافقت ربي في ثلاثين إلهي من قوافقي صدح الرموت طيب يعني الله حكم كيسا سيدان وكسو دجيي أو كسو سعوتي أو وحق أيضا حكومة بيهايد لكن تلال عمرنا ويوافق طيب صدح الأوحي ترى أيان رسولكم سجيرين وعنقول يا رسول الله إياه لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلا حدان مقام إبراهيم كدقان الله مصلا لو اتكذو صوم في عناتين إلهي ما سودجي واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى كدك تبالي لأمر بالو بي أريد الله باترو سودجي وحولي يا رسول الله يو نساءك
يدخل عليهن البر والفاجر دمر كاغا وحا اسو غليا يا وينك مسلماتك البر والفاجر قف عني قف من بيسو اردي مسك سو غلا لو امرتمنا بالحجاب هذا الحجاب كامر له هوينك كور سو ما فيناتين فنزلت ايه الحجاب ايه الحجاب كاغا نسودكت الله اكبر وارنت صدحات وحير عمر رسولك واكين غير هذا دمرك وحقاعي ماركت كو ما لم يكبو قين هوينك رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين أيام مالك كبو قين رسولك نفقدي ينرشي أدونك وإسكات كاتي طيب في سورة الأحزاب وغرت سيدة التصوير سي وغشي كيسي مركب عمر باوي من رسولك واكين كعراضي آلا عن نساء شهرا هل بالبو هوين كيسا كفو قادي ومال عدلاء اسكتري عمر باين تويمد ايو آدو عنانتي ولي بالجبال نيسي حفصي آد بو عنانتي وحكوي لعسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا من كن ومضيع اتو رسولك اذن فراه الهي قبلي اذن كفي عن بو بدلية اي قيلة كدائي ابوك محادة عمركة آيات قرآن والله ادرنا يا ابن كلمات اذن كسودك هو قيمة كمدة صار بدري يسيده أمه ملي بل عرقية تلذي مسؤولة رسولك ويدي أبو بكر يا عمر قرآنك وحوك سؤولة تلذي عمر أيا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك سؤولة خمرضة إيقابك واهد يجر وامثله ما ترين كرنا كوبي اللباطن ميلود أداد سير راعه أيا وعدكو عركيساء عمر يا عرق تدي شيء لها وافق في دين الله إلهي أوسي وفهم يعطيه الله من يشاء الله الصيني عبد الله بن عباس في تفسير سورة النصر مرك اللويدية صحابت هو أي فرديان الأجلة والعلماء والعظماء أنت ووينيد ورن أي فرديان إذا جاء النصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تفسير كذا الشيء قاله طيب هذه هذا قال لي نويدين له هذا الشيء قاله وعلى التفسير ك سورة هلا شيخ الصحابة وين دور لن يبقى ميل بخول اختي لما أصيبين ولا مشيقين عبد الله بن عباس ويل يرها أي أول عيلاني هو حقيقا مقضى آية سورة دان إن الشيخ يسو جيري للرسول جيري للرسول حقوك قاد تلقى فاهمكرا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بعمد ربك واستغفر انه كان توابا انت غير وطالا وسؤال بهن اللي سويتي طيب وفهم الى اي سيي عبد الله بن عباس فسري وحيله وحي او جرتا غيريدو حضرت الناس حضرت مركو فتوحات الهي امه السي حضرت الناس يدخلون في دين الله افواجا امتي او دين الهي وسو جلس كوخ كوخ حضرت محاو دم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مسج كيسي الرسالة دي سمحا كدما سومو قدنين هدو قدتين وين رسولك أدونك كبحاوية طيب وقصة إلهي وفهم سي قصة كلا أيا جرتو عبد الله بن عمر أو يسونا ويل يرها بلو فيرسو سؤاشان رسولك ويدية صحابته سيدان وكلا أوفر ديا هيه بلا ديغان اسكو دينات كجواب تهدان كويديو رسولك وحويدي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني يقول وحول جيدها وحا كجرة أيها سؤال جيدها وحا كجرة جيد أن على انتي سنعين أو مؤمن كوكلا مسلم كوكلا يا إيشيغ يقول حدثوني إيشيغ هيه بل كسي فكر حدثوني ايش يا قبول طيب وحاد عيني يا صحابتي سنة الله فرديو عيب ما ان وحلا قران واي علمي وحالي سوى الديادات قران ويدين لووشيو سؤال شان انت هناك جواب مالين دويدانو محاضرة دلن يرى يروجيدين ايا ميابلس من الصودا لووي كور ايا وحان الى حديث كان عرور بيهايان دكسئه يا اي شيغا يا جيتكا ان على انتي سودعين او مسلم كوكلا
هي مسكحه هذا معها كجرة الماء يرى هذا دليل ويدو عبيك جواب الآية ويلير بفرت تاعي وحول وام حاير مركز وروا كريسمس تري كريسمس تري جيت كاوي بوري واي وحيقول نقطي صدمة صدمة أيه يقول نقطة والله شاق أيان قاضي وأنا سيو دي واي هذا الكي ما هي صدمة يقول نقطي ويل كعيب ماها إنه كجوابه لكن وحا يقول نقطي دباته وأرجو إن هذه الدرية ميسان يدين كنا ما لنتي دم بكلمة بان سوق راي أن فيسبوك سوق اللي يان كويري دتك كنو القربها هولا ذك باو تالا dadka ku nool qurboho hawl adag baa idin taala wiil ka yar wuxuu ka jawaabay waxa uu indhaha saaray wuxuu arkay geed aan geedaha la mid ahayn oo la faaninayo oo la weynaynayo oo la qadarinayo oo nuur iyo maarata nala lagu xiray oo si adag loo habeynayo loo maamusay marka aqliga wiilku miyuu xun yahay wiilka aqligiisu ma xumayn لكن wuxuu ka jawaabay wuxuu ku barbaaray oo ku koray halka geed buu arkay wax geedaha kamid oo isaga sharaf loo yeelay tayib anu laabto jawaabti rasuulku bixiyay asxaabtu sidoo u fadhiyo dhan ba garan waay geedki saw dhanaayeen laakiin waxa garanayay oo ilaahay qalbigiisa ku riday abdullah ibn umar oo aad u yara oo abi fadhiyo abubakarna u fadhiyo laakiin uu ka xishooday inuu ka jawaabo sheego wuxuu yiri dad iga waaweyn baa fadhiyay rasuulku markii dambe wuxuu yiri hiya annakhla hiya annakhla waa geedka timirta buu yiri geed timireedka wey tayib muqaarana in lagu sameeyo geed timireedka iyo mu'minku xaggee isaga eg yihiin waa masale kale oo muxaadaro kale u baahan xaggee isaga eg yihiin waa hawl aad iyo aad u dheer weeyaan طيب هذا أحبتي في الإسلام فهم كإلى هيسي يقول كيرا قرت أو عمر مركب بحين أو يقول آدم بو حكوي رأبه أنا وجيت كوان جرنا أي إنه يتمرتنا وان جرنا أي ويقول محاد وشيء قويدي الله كل أرتينا الشيء تا يغفي عنا الله يدوح يا أبو بدن بول وأبوه صدق غفر حي علمي هيسا هذا وحفي عن شيء أما سيف وحفي عن دو جرنا أي إن الشيء تا نجعلان له أبو طيب أحبتي في الإسلام فهمك إلهي سيئي تدك قاركو وحاكم إذا هل حديث إمام البخاري صلى الله عليه وسلم كنا قلنا عمر بن الخطاب ذاته وكم إذا ها وحجر حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله سحابي قال له يقانو رسول كنا كؤروريي سرب بضن إيا وحيابين ضد بضن أغينو كله عمر بن مالين مركوية عند ولايتي وخلافتي حلقي سوء هي خلافة إسلامك أصحابته سوية ري وحولي يا إيشي يا هل سؤال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة ورياء حفظ السن ورياء قرانا يا رسولك هذا الكوكير فتنة وكشي حذيفة وحولي أنيقا قرانا يا فتنة الرجل في ماله وأهله تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحولي أنا قرانا يا ninka qusurka iyo gaabinta xad gudubka reerkiisa ilmihiisa iyo dadka dariska ah iyo xoolihiisa uu kula kacayo waxa dhaafaya oo dambi dhaaf u noqonaya salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo macruufka fiican oo dadka loo sheego iyo xumaanta laga reebo cumar bin alkhadaaba wuxuu yidhi lastu uriidu haada anuu kaama rabo midda uma jeedo محل وجه دابل وحول وحان ربا الفتنة التي تموج كما يموج البحر فتنة سيدة هرك أكعاي أكعيسان ربا وحيق الجواب أي هل كان كو برار ومركز سؤال شو هل كان يكو طالب بل اسكو دينات قرأت عمر بن الخطاب وحو فهمه طيب وحو كو يري مركا فتنة تموج كما يموج البحر سيدة بض أكعيسا ليس عليك منها بأس عمرو وحكاسو قاري عديق مجرو إن بينك وبينها بابا مغلقا أدق يدع الباب حرم بابا يدين دحية هيا هل كان سؤال شكو جرتا
الباب حرم با عمر و أديقية فتن تيدين دحية عمر وحي يري أيفتح الباب أم يكسر الباب كان ملجمين دونا مصوالح ولا فري دونا هيا هو شو فهم بيتك توفرش الباب با لقاها اللي الباب الباب كان ملجمين دونا مصوالح فري دونا وحو جوابي حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله بل يكسر ولا جبين دونا بول الباب عمر رو فهم مركابة وحوري إذن لا يغلق هذا بولي جي دون بالحيري مايو الباب كهدي لجبيو ولي جي أوضن بالحيري مايو حذيفة لو يديو لعمر أكان يعرف الباب عمر الباب كما قرناي وحوري قرناي كما أن دون الغد الليلة سيد بالرئي عاو غصوك يسوق قرني إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط وحان أول رمي عمر أوغا حديث عن سكو قصنين سفي عن بورك ولا سعود حذيفة لو يديو اللي يريد فما هو الباب الباب كم حوية ويقول الباب هو عمر الباب هو عمر كسرق يا جمينت اللي شيقا ينا وقتلوا دل كيسا ويوالا دل دونا فتنة لو دل دونا فتنتا عمر لو دلنا ولي يود ودن بيستاغي ميسو مسلمين تو سداس سولينيا وامد ما انت دركت الى يوم من هذا سي سوتا اي دلكا اي هرجكا اي دباتدا سي سوتا ويان طيب وحاكم اذا عيبه في الاسلام فقيقا اي فهم كي الهي ددك قارسيي رغا ان غوني كوما هين بلان غبدها يا دمر كنا ايغنا ارغنو ام سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا هيد هويو إلهي سبحانه وتعالى فهم يفق الدين توسي صلح الحديبية مركي الرسول كله صو صحيح ذي نمنك مشركين تي قريشات هشيس كان قلن كان لقدو غي عمرضي عيوس علينا اللقاء علي هشيس كنا صدا ودقي رسول كوحي استاغ او حوليها دو الدين قورعة ماشنا وان كبحينا وان بحينا ويديدين صدح جير بكعليه ورستاغ حولها قورا عن بحنا ويديدين وكعليه ويديدين رسولكو آد أمرو غيسن أيا أم السلامة قرقا وقصوك علي وعكور أم السلامة الصحاب تايدي ويديدين قالوا فرصو وعي كتل يا رسول الله يا أمكو سيانو مكو شيغا أدوكو استاغ حولها عدو الدادو قورع تمها كان حيرو إيجا سمين دونه هي وافقي في دين الله وفهم إلى هاي سيء يدو يفهمتي رسول كويس تاجي قالي أودي وكمدها رتي أبو جهل واجي دقال كي بدر لقى سوقاته وكجر أبو هريك قورعي سم مشركين تنو وعر قلي طيب انتو ويا ري بوحول نن ما يكال اي حير تنتنا هرينا تنتي بالله حيري الصحابة مركي ساو أركان بو نو ولبا لبو دي بريه يوحي سكوة حير لهايان إلا الله قد تلمامي إنه إستلام بالغياب أو إستقو القورعان قاركوت سيدة أمركا أفلين أيان دك دك وحوها فقه إلهي سبحانه وتعالى أوسي محي الصحابة أعراضين محي الصحابة أديدين رسول كأمر كيسة وسؤال ماش كجرت لبا الرموت بأديدين أما أرنت أدقية أهيد أرنت كوبات وعمرضي للربي السند كان إن العمر يستوى رسول كل وان كتجينا وأرنت الله بعد وقذب كجر البنود يهشيز كوادو أتكا وشيء جيي قال هذا قفكي كي ما دوم مسلمين تؤي ما دا إن لسع علينين لكن إنك مسلمين تكتوا قال هذا تقين لسع عليناي رسول كافسر صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الرياض أن كري وإن العمر سنة إنه سنة كم ويا ميان إذن إري وأن عمر سنة إن شاء الله سنة كصوص أرنت الله بعد وحول إنك أنك نجتك أو قال هذا إلهي إيمان إنتو قال يا إيمان كتو قال هذا فأبعده الله إلهي هفوق إيو وحب أول بنو رما قبتين هين الرافو طيب أمثلة أحبتي في الإسلام إيه فقه إلهي سبحانه وتعالى في دين الله دتك قارسي وحاكمدها عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس ليله عمر بن عبد العزيز بلوفير سو فهم كيسا وويل يرو دلي اولورنجري عبد الملك ايا فهم كإلهي فهم سي
عمر بن عبدالعزيز مركي خلافه او قبطي ايو اسو ييري ددكي علمداها وفيهم القراء وفيهم ابو زكريا الخزاعي وغيره اي كجران بو ييري و هو يري واحد يجا جوابتنا السؤال هي سؤال شاو في رسمك هل سؤال يجا جواب اقول و هو قد اهمني وحا آدي آد مرقعي وهي المظالم حوله رير بقر أو قيس كودا بني أمية يا مويين تيسي رقي كهري أي دي حولها انتدى الددوينها اسكا قادن ايين اي قريها ما انت رير بقر كبو حدا هانتدى سا عليس يردبي وهي سي محانو وطاليا إذن كا علماء دي دادك حولها أبيالك يا أويالك يا اسكا سوقاتين هنتدي الددوينان وضرت مضحضو انت بضن مضحضو ومضوه وحيا باقي هايستان يا قصورت اي كجران يا وحي كرة حيسانا يا وها هنتدي الددك مركا وحيو لإذنكم ما انتي جواب محانكو السمي يا علموي هيا أفير سمرك علمو دي وحي كجوابين وحي رادين أنقو أما عرقنو يعني إثمها إلا على من غصبها قفكي صو حضي أم با الدم بيجيدو سارية أذيق أنا وحبت دو شاذا مصارا مركا فراها كاقاد حولها دنهو قلين ويان ويلي يرو دالي عبد الملك با وحكوري آب أذيق محي قلتاي وحكوري من قدر ردها قفك أوذبو لينو عليو فلم يردها أون علينين يو من اغتصبها يكي صو حضي فهم هم سواء ويسكميدون لبضوض مركا أبين نجعلي وعلي الحمد لله الذي جعل لي وزيرا من أهلي عبد الملك ابني إلهي بام هذا سكالبول ويل كاير يقعدي وزير يقعدي ولذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله أيا وعلي ويل كامر وكاد لقد كان رحمه الله مع حداثة سنه مجتهدا في العبادة ومع قدرتي على الدنيا وتمكنه منها راغبا عنها مؤثرا للزهاد سو أود ويلكاولا إنه رب قرن تدلين حول أدونك وعربا كجر راح يست وكتج هذا وحن رجيم بودد بدن أو دائر إنه يقود أيضاً الإمام الأجوري رحمه الله أيا يسون الكتاب فضائل عمر بن عبد العزيز وعمر مرك عمر بن عبد العزيز سليمان بن عبد الملك وآصي أنتو كسر الله بطي أيا وحيري وحي أربان يرسى حنا ياي مارت دوان هلا كعي وقيلوشي ويلكيس عبد الملك باو يقول آب الصداد وصيحنا يساء مركا ولت سو استاغي ايا و خيري الحمد لله الذي اخرج من صلبي من يعينني على ديني ما هذا وحا اسكلب الاله دبركيا كسو ساري قف دينتا ايغو كالمي احبتي في الاسلام لحظات كي دقائق او دنبيا وعن كسو غبغبين ان شاء الله قصص كا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله او اسغنا فهم الهي سبحانه وتعالى دينتي سوسيي كتاب ابن تلميذه البار ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين أياو حكسو أروريي فوائد وكو ختم كتابك فإذا ذا اللحظة إيا كوبات أياو حلو وكان شيخنا والشيخ الإسلام التيمي رحمه الله وحوى كثير الدعاء آد وحوى الدعاء سنجري إذا أشكلت واستعصد عليه المسائل أو تفسير آية من كتاب الله آيات كتاب كإلهي أدي كوات كاتو وحو رنجري بلو فيرسو اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أيو كدعا يسنج فيفتح له ولو فرجري وفق إلهي سبحانه وتعالى أوسي ولذلك أدوية iyo waxay tahay faham uu fahmay markii sijniga la dhigay oo qolii maareeyay dhibaateenayay ay sheekha dhibayeen ayaa wuxuu ri saddex arimood oo loo soo jeediyay mid walba faa'iido ii tahay wuxuu ri haddii dishaana shahaado ii tahay haddii xabsiga geysaana waaba khalwo aan wa diinta ilaahay ku xifdiyo haddii masaafurisaana waaba siyaaciya dalxiis bay ii tahay buu waafiqi ilaahay subhanahu wa ta'ala ودينتي سأوقفك وقلت لك على ربي سبحانه وتعالى وصيناي هذا بقى أحبتي في الإسلام قبل قبدي إن شاء الله تعالى وحان كسوة قبل قبينا يا هل كان قصو إن شاء الله قصة دان واحد أحمر تنين قاضية
oo waddanka Mauritania u dhashay iyo sheekh la yidhaahdo isagana magaciisa sheekh maxamed bin ubaab bin axmed bin muxamed oo min Mauritania. ninkan qaadiga ah ayaa wuxuu xukumay masalo, waxaa laysula yimid laba qabiilo oo qoys ay ka dileen qolo kale ayay afar qof ka dileen. arrintuna fitna bay ahayd oo dad isdhex kacay baa afarta qof lagu dilay oo lama ogeyn qof markaa dilay. qaadi baa loo yimid, waxaa lagu yidhi arrinta maan kaa rabnaa xukun inaad ka soo jeediso. wuxuu yidhi waxaan ku xukumaa qoladii afartaa qof dishay intii loo taga afar qof iyagana ha laga soo dilo. ayib, xukunka isagoo watabo sheekhan laysula yimid sheekh axmed bin ubaab oo nin caalim ahaa, sheekha wuxuu yidhi arrintan kitaab ay ku qoran tahay ma garanaayo. qaadigii baa wuxuu yidhi kitaabo ma qoro, arrinta waa xukun anigu aan sameeyey, marka kitaabba ka heli mays. ilaan qudaadda wada aragta warqadihii iyo qalinka unbaa hor yaalla, wax kitaaboo markaa meesha u yaalla male. marka waxaan wuxuu yidhi waa qodobo iyo maaragta waxaan wax ku xukumaya kitaab ka heli mays. sheekh baab bin axmedna wuxuu yidhi kitaab ka maran arrintan ma jirto, kitaab aan qoraynin maba jiro. ayaba ulfiirso fahamka ilaahay siiyey. ninkii qaadiga ahbaa wuxuu soo qaaday qaamuus dictionary agtiisa yilay buu soo qaaday, wuxuu yidhi kaniba waa kitaab ee ka soo saar. yasduqu calayhi ismu lkitaab, buug wey, marka waa buugkanba, marka ka soo saar haddaad tidhi kitaab waliba wuu qorayaa, bal waa kan iga soo bixi buu yidhi. sheekh baab binu axmed baa soo qaaday qaamuuskii dictionarigii, waa qaamuus carabiya. qofka dictionariga adeegsan yaqaana waa taqaanaa, haddii la yidhaahdo kelimada raadi ama ee ereyga u horeeya alif raadi ama ha raadi meesha ku aadanta waad soo saari kartaa marka horeba. hal mar buu sidaa u kala furay sheekhii dictionarigii, waxaa u soo baxday walhayshatu alhaa. marka tafsiirka uu ka bixiyey qaamuusku arag wuxuu yidhi alhayshatu alfitna walaysa fi lhayshaati qawadun ay qisaasun wa fi lqatiili fi lfitnati laa yudraa qaatiluhu laa qisaasa calayh. waa masalo kale oo fiqiya. qisaasta waxaa la qisaasi qofka marka la garanaayo ruuxa wax dilay. haddii ummaddan qofkii wax dilayba aan la garanaynin, hawshu qasaami iyo hawl kale aadaa ee qisaas la aadi maayo. marka wuxuu sheekhu helay kelimadii qaamuuska uu ka helay iyo dictionary waxay noqotay alhayshatu alfitna, meelaha buuqa iyo sawaxanka qofkii lagu dilo. walaysa fi lhayshaati qawadun, qisaas maba laba. fatacajaba annaasu min alfahm addaqiiq waalfiq fi diin illaahi fi dalika almowqif alxaraj. waxay dadkii marka la yaabeen xilliga adag ee aadka u adkaa iyo sida fahamka ilaahay ninkan u siiyey. axibati fi lislaam, fahamka ilaahay siiyo qofka waa midkii rasuulku sala allahu calayhi wasalam mar labaad aan ku soo celiyay, man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa allahana fahamsiiyo, ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigana diinta allah u furo, ilaahay fahmi fi ddiin illahi allahana u arsaaqo, ilaahay tafsiirkeeda iyo cilmigeeda iyo fiqigeedaba ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo xifdigeedaba allahayna siiyo. wa jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum wa sala allahuma wasalama cala nabiyina muxamedi wa saxbihi ajmaciin.